السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وتحية أهل الجنة السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نواصل الحديث عن بداية خلق الإنسان. نريد من خلال ذلك أن نتعرف على حقيقة هذا الإنسان، عن المكونات التي من خلالها خلق، والتعرف عن الهدف الذي من أجله يعيش، ثم كيف يتصرف في هذا الوجود. معرفة هذه القضايا تجعلنا نقبل العيش فوق الأرض، وتجعلنا نقبل التحدي، وبالتالي نضع أرجلنا على أراض صلبة، ونكون بإذن الله تعالى من الناجين. اليوم نواصل الحديث ونتحدث عن آدم عليه السلام أبو البشر، كيف بدأت حكايته فوق الأرض، ونحن من أولاد وبنات آدم. رب العزة جل جلاله حينما انتهى من خلق السماوات والأرض، وبعد أن خلق الملائكة والجن، وخلق العرش، وخلق هذا الكون الفسيح، حشد جميع من كان معه في السماء من الملائكة والجن، أكبر مؤتمر كوني جمع الله تعالى فيه جميع المخلوقات، فأنبأهم عن نيته سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان الذي هو خير المخلوقات في هذه الحياة. قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. بعد أن خلق الأرض واستوت، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة تعجبوا من هذا الخبر، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فرد عليهم الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. كيف نستفيد من هذه الكلمات أيها الأحباب الكرام؟ نستفيد أول درس في الديمقراطية. الله تعالى علمنا درسا في الديمقراطية، أراد أن يتخذ قرارا بخلق الإنسان، جمع الملائكة والجان وأنبأهم بالخبر وأخذ رأيهم. طبعا فئة من الملائكة لها الحق في الاعتراض، الحق في المعارضة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هاد بني آدم اللي غتخلقوا يا رب العباد راه غادي يكون ظالم، غادي يسفك الدماء، غادي يعلم الحروب، غادي يظلم، وغادي يأذي في الأرض. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة وظيفتهم التسبيح والتكبير وتقديس الذات الإلهية. لكن الله تعالى أخبرهم: إني أعلم ما لا تعلمون. حقيقة غير كل واحد فئة من الناس اللي هما يا ظالمين من بني الإنسان، يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويشعلون الحروب والعداوات، لكن بالمقابل هناك أيضا مخلوقات بشرية من أبناء آدم غادي يكونوا مثل الملائكة، يسبحون ويحمدون ويكبرون ويقدسون الله جل جلاله. قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون.
لما وصل موعد خلق ذلك الخليفة الذي هو آدم، الله تعالى حشد كل الملائكة وقال لهم إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هكذا أحضر الله تعالى شيئا من الطين الأملس الرطب من كوكب الأرض، ثم بدأ في خلق آدم، ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه فإذا به حي يتحرك. لما خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا، الجميع سجدوا، ليس لآدم وإنما لأمر الله وللروح الله التي أسكنها في جوف آدم. إبليس الذي هو من الجن، لكن يقال بأنه عبد الله أكثر من 100 سنة، فرقاه الله تعالى إلى مقام الملائكة. وحينما رأى الله تعالى يكرم آدم وأسجد له الملائكة شعر بالغيرة وشعر بالحسد. من هنا قالوا بأن أول ذنب عصي به الله تعالى هو الغيرة والحسد. إبليس رفض أن يسجد لآدم، فسأله رب العزة قائلا يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فرد عليه إبليس بقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الغرور الكبرياء هي أول المعاصي عصي بها الله تعالى. فكل واحد منا نحن بني البشر إذا كنا نشعر بالغيرة بالكبرياء بالحسد بالعجرفة، هذه أخلاق إبليس. كل واحد منا عنده شيء من هذه الصفات فليحذر وليراجع نفسه، إنه يتخلق بأخلاق إبليس. قال أنا خير منه أنا، وقد قال الصالحون بأن 3 من المهلكات أنا ومعي وعندي. أنا قالها إبليس أنا خير منه، ومعي قالها قارون أو قالها هامان الذي كان معه فرعون وجنوده وزبانيته، وعندي قالها قارون عنده أموال طائلة. إبليس بسبب تكبره وعصيانه لأمر الله عزم الله تعالى على طرده من السماء، كان يعيش في السماء، قال لي اهبط منها، ما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. انظروا أيها الأحباب الكرام بأن من عنده في خلقه وصفاته الكبرياء والشعور بالعظمة وعنده الحسد أو الغيرة هو تخلق بأخلاق إبليس. ماذا استحق إبليس؟ الطرد من السماء، فاخرج منها إنك من الصاغرين. ما زال إبليس يتعنت، فقال له رب العزة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إبليس بدأ في الرحيل، جمع الأغراض ديالو وغادي ينزل من السماء. هذا الطرد، نزل من السماء إلى الأرض، لكن قبل ذلك من شدة حقده ومن شدة غيرته طلب من الله طلب، قال لي يا رب أنا عبدتك 100 سنة، وهاد 100 سنة كنستحق فيها تعويضات، خصك تعوضني. قال لي يا رب العباد اطلب ما شئت، نعطيك ديك 100 سنة ديال العبادة ديالك. قال لي انظرني إلى يوم يبعثون. طلب من الله تعالى أنه يبقى حي ما يموتش إلى قيام الساعة. إبليس لا يموت، إبليس من يوم خلق آدم مات وجاءت ذريته، ولكن إبليس ما زال حي وما زال ذرية الإبليس حية. قال لي انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله تعالى علم طلب إبليس فلبى له الطلب، إنك من المنظرين، انت غتبقى عايش طول الحياة إلى يوم الوقت المعلوم، يعني يوم القيامة. ثم إبليس قال دابا الآن أنا غنعيش هاد السنوات الطويلة، هاد العمر المديد، هاد آدم اللي كان سبب في إخراجي من الجنة
وإنزالي من السماء خصني لابد نعذبه ونعذب الأسر ديالو ونعذب الذرية ديالو، ندير لهم إما الوسوسة نعاقبهم بالوسوسة، نعاقبهم بالخصام فيما بينهم، نفرق بين المرأة والرجل، نثير العذاوة والبغضاء بين الجماعات فيما بينهم حتى يقتتلوا. المهم خصني لابد نعذب آدم وذرية آدم. هكذا راح إبليس يكشف عن نيته، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس أعطاه الله القدرة على أنه يغوي. الغواية كتكون الرجل جالس كتجي غواية ديال الأنثى، أو الأنثى كتكون جالسة كيجي الغواية ديال الرجل. ثم التزيين، يزين الباطل، يغير المفاهيم. ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الله تعالى قال الاستثناء إلا عبادك منهم المخلصين، المؤمنون، الذاكرون، الراكعون، الساجدون، المتوضئون، هادو محميين، عندهم حصن حصين، ما يقدر إبليس يقترب منهم. قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ربي عز وجل بين له بأن العباد ديالو المؤمنين الصادقين عندهم حماية من عند الله رب العالمين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم الله عز وجل التفت إلى آدم قال لي يا آدم ما يهمك إبليس، خليه في الغيرة ديالو، خليه في الكبرياء ديالو، خليه في المخططات ديالو، انت غير طيعني وما تخافش، غتعيش حياة طيبة، حياة كريمة، حياة مطمئنة. قال له الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال لهم مرحبا بكم في أرض الجنة، يا آدم انت والزوجة ديالك كلوا وتمتعوا، ولكن هذه الشجرة هذيك إياك تقربوا لها، هذيك نوع من الابتلاء. أراد الله عز وجل أن يختبر آدم هل ينجح في مقام العبودية أم لا. لم يأمره بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بالعمرة ولا بالزكاة، ولم ينهى عن شرب الخمور أو عن الفساد، فقط قال له نهي واحد، لا تقرب هذه الشجرة. فآدم دخل وزوجه الجنة، سكن فيها، وكانوا كينتظروا الموعد اللي غادي يوقع فيه الإرسال إلى الأرض. كان آدم وحواء يعيشان حياة سعيدة في الجنة، إذ كان لا يعرفان لا المرض ولا الملل ولا الجوع ولا العري، حياة كريمة. ولكن مرة بينما هما يسيران ويتجولان في الجنة اقترب من الشجرة المحرمة. هنا هو يظهر لهم إبليس بالوسوسة. بعض الناس كيكون جالس مع راسه كتجي واحد الأصوات في راسه كيقول له نوض دير هاد الحاجة محرمة، نوض فعل كذا وكذا. هذيك راهي الوسوسة اللي أصابت أبانا آدم، جاء عندهم إبليس وبدا كيوسوس لهم. هو لا يظهر، كيجي حدا ودني الإنسان وكيبدا يتكلم معه وهو لا يرى. وسوس لهم إبليس فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أعطاهم طمعهم، إبليس كيطمع من اللي كيبغي وسوس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.